وقاية حلو وقاية حلو, حلو أهلا وسهلا ومرحبا بيك أحسان عسلامة لبنى صباح الخير الناس الكل اللي وصفتنا فينا. لليوم اليوم باش نعملوا كيك بلانزاس كرموس لا كيك بلانزاس والعسل <applause> عملنا كيك بالكرموس سوت البارح عملنا الكيك بالكرموس <applause> اليوم باش نبدلوا شويه خاطر فما لانزاس موجود زاد في <applause> الاسواق دونك واسواق مبهية. دونك كما قلنا لانزاس والتفاح تو موجود دونك باش نعملوا كيك بلانزاس و العسل، إيه و لك اليوم معناتها اون فغيتيليزي لي فروي اللي يكونوا طايبين معناتها مع احنا ما نحبوش ناكلوهم كيبداو طايبين برشا، نجموا نعملوا بيهم اليوم دي جاتو، دونك اون نبروفيت باش نعملوا بيهم كيك ساهله على الاخر للتحضير، و ليزانغريديون ماهمش برشا، و لو يكون بنيت تري كوغمون، بي. و لي سافوغ باهي، دونك وكيما قلنا معناتها هذايا ينجم يكون لمجه، ينجم يكون فطور صباح برانش دونك الكيك هذايا فريمون بنين والميلونج بين الانزاس والعسل يعطي نكهه حاجه بنينه برشا فوالا دونك الوصفه هذه اللي انا باش نعطيها دونك حسب التقريب لثمانيه من الناس التحضير نتاعها باش يشد 80 دقيقه أه سامحني 20 دقيقه 80 دقيقه برشا <applause> <applause> دونك التحضير نتاعها باش يشد 20 دقيقه والتطيب 45 دقيقه دونك في الفوغ سينون دونك وصفه سهله كما قلنا لي زانغريديون كي العاده العباد اللي تسمع فينا وما ينجموش يقيدوا الوصفه هذه خاطر قاعدين يخدموا ولا يسوقوا باش يلقاو الفيش تكنيك نتاعنا في شين يوتيوب اكس اف ام دونك للوصفه هذيا حاجتنا باربع كعبات عظم حاجتنا بخمسه كعبات انزاس يكونوا طايبين دونك دو بريفيرونس 300 غرام زبده دونك احنا الزبده باش نحطوا فيها تشيشه ملح دونك 300 غرام منها بارتي احنا باش نستعملوها باش نطيبوا فيها لي بواغ والبقيه باش نعملوا البات نتاع الكيك نتاعنا 250 غرام فرينه 200 غرام سكر 75 غرام عسل مغرفتين تاع خميره نتاع غاتو وشيصه فلور دو سيل دونك شويه ملح دونك هذي الوصفه نتاعنا لي زانغريديون دونك اول حاجه باش نبداو بها باش ناخذو دونك لانزاسات نتاعنا باش نغسلوهم باش نقشروهم نحيو البو نتاعنا ونقصوهم دي بوتي كوب دونك الحاجه الاولى اللي باش نعملوها من بعد باش نحطوهم دونك ناخذو بوال نتاعنا باش نحطو دونك لي مورسو نتاع البوار نتاعنا نزيدو عليهم دونك 50 غرام نتاع اه الزبده ونزيدو عليهم دونك العسل ونخليوهم يكاراميليز مدة ثلاثة دقائق ببخي دونك هو ديجا لي بوار ديجا اخترناهم احنا دي يكونوا طايبين شوية ودونك كي باش نقصوهم نحطوهم من دونك في الزبدة والعسل باش يعطيو نكهة ياسر بنينة دونك يفون كاراميليزي دونك هذايا نخليو الميلونج نتاعنا على الشيرة من ناحية أخرى دونك باش ناخذوا الفور نتاعنا نحطوه يسخن 180 درجة ناخذوا بول تاع غوبو حتى مه. باتور مانويل ما يقلقش ما حشتناش معناتها بماتيريال كبير باش ناخذوا الزبدة نتاعنا البقية نتاع الزبده نتاعنا يعني اللي نكونوا خرجناها من الريفريجيراتور دونك نقصوها اون بوتي مورسو وباش نزيدوا عليها دونك السكر غلاس سامحني انا السكر قلت من بكري 200 غرام سكر ماذا سكر محور فوالا سكر محاور؟ محور هذيك راه يعطي بنه تري بارتيكولير في لي كيك ما يعطيها هكا اونكتيوزيتي وليجيرتي دونك نحطوا دونك معاه السكر المحور ومن بعد باش نزيدوا العظم تاعنا الاربع كعبات عظم بالكعبه بالكعبه ونخلطوا بالكدا اون فوا عملنا العمليه هذيا باش ناخذو دونك الفرينه نتاعنا والخميره نتاع الكاتو نتاعنا والتشيش نتاع الملح باش نزيدوهم الميلونج هذيا بيان سور كي العاده الفرينه والخميره نتاعنا نكونو نغربلوهم باش ما يعملوناش هكا في الميلونج نتاعنا البات تكون اوموجين دونك اون فوا عندنا دونك الميلونج هذيا باش نزيدو عليهم بشويه ديليكاتمون لي مورسو دو بواغ نتاعنا والجو زيدا خاطر احنا حطيناهم يكاراميليز دونك عندنا لي مورسو نتاع لانزاس معاهم الجو هذاك الكراميل نتاعهم نزيدوهم دونك لاباري تاعنا نتاع الكيك نخلطوهم بالكدا بالكدا وناخذوا بيان سور المول الكيك نتاعنا كالعادة العاده نكونوا عملنا فيه زبده اي اون لو فارين باش ما تلصقش البات نتاعنا والا نجموا نعملوا بابي كويسون نحطوه دونك دون لو فون دو مول ونخليو معناتها لي بور نتاعو كي ديباس ونصبوا البات نتاع الكيك نتاعنا بلانزاس والعسل نتاعنا اون الكيك نتاعنا في الفور مده 45 دقيقه حسب التقريب الكويسون نثبتوها احنا بيان سور نتبعوا الكويسون تاعنا الكيك تاعنا يكون طاب كي يعطي لون دوغي يكون الى دوبلي طلع في الفوليم شويه وبيان سور نتفقدوا ندخلوا السكينه في وسط الكيك كان خرجت السكينه شايحه سك الكيك تاعنا طاب كان مازالت فيها البات نزيدوا نخليوه يتيب لين لين معناتها نتاكدوا من الكويسون نتاعو خرجوه من الفوق كي نعرفوا لي الكيك تاعنا طاب نخليوه يرتاح دي مينوت قبل ما اون ديمول الكيك نتاعنا دي كيما قلنا دونك سهله جوست فيها شويه وقت خاطر الكويسون باش تطيب بشوية, بشويه بشويه دونك في الفرن تاع 180 درجه دونك كيما قلت بنين برشا لو ميلونج نتاع البات نتاع الكيك مع لانزاس اللي يكون طاب كاراميليزي مع العسل دونك جربوها ما تندموش ذكروني. جربوها عادة وتفكروني فوالا كي العاده دونك نكونوا حاطين برشا حب في الوصفه نتاعنا يعني وندخل في كوجينتنا برشا جو برشا بنا. جو برشا كيف وبرشا حب احنا انتقلنا من الكرموس لل لكن تبعوا يعني لكن من ننساوش راه يلزمنا نعطيو معجون الكرموس رانا وعدنا به غدوه ما زال مازال عندنا وقت توا باش نعطيو ولا... نجم نعطيو توا انا باش نعطي دونك خاطر جوستومون راهو موجود راهو اسوام باش نلقاو من 6000 ل 10000 حتى اكثر الكرموس اما في السوق معناتها نجمو نلقاو انواع واشكال تاع الاسوام معناتها اون بليس ما يقلقش كي باش نعملو معجون ينجم يكون حتى الكرموس طايب دونك اون بو اون بروفيتي الوصفه سهله على الاخر و... وبنينه على الاخر دونك دوكو احنا باش ناخذ باش نعطي لي نتاع كيلو كيلو كرموس دونك ناخذوا كيلو كرموس نحيو جوست التيت نتاعو معناتها ايه. لو بو ايه. اللي من الفوق نغسلوهم بيان سور. ونقصو معناتها نغسلوهم قبل ومن بعد نقصو التيت معناتها مش نقصو التيت من بعد نغسلوهم خاطر الماء سينو باش يدخل في وسط ده. الكرموس ايه. نخليو ديما سافور نظفوهم نحيو لي تات ونقصوهم دي بتي مورسو دونك دي كارتي حت... مش لازم حتى طروف صغار خاطر من بعد كي باش يتي باش يتحل بطبيعته دونك نقصو الكرموسات نتاعنا دونك دي, دي نحطوهم في كاس كبيره دونك اون كاسرول اللي احنا نعرفوها باش نطيبو فيها المعجون دونك على كيلو كرموس هو الـ الـ الوصفه الانيسيال نعملوا رطل سكر انا راني ديما نقص 100 غرام دونك نعمل 400 جرام سكر على كيلو كرموس نعمل فيه 10 قارص. دونك هو مم. اللي باش يزيد نكهه خاطر الكرموس حلو سكر حلو دونك نجموا نعملوا عصره نتاع قارس عارس. كعبه قارس مم. اذا كان كعبه القارس صغيره راه نجموا نعملوا حتى كعبه ونص ونجموا نذوقوا راه معناتها احنا وال... والاذواق راه معناتها اذا كان نحبوا معناتها المعجون تاعنا يكون حامض اكثر نجموا نزيدوا معناتها القارس اونجو سور لو سيترون نخلطوه بالكدا قبل ما نحطوه على النار لين السكر نتاعنا يدخل في وسط الكرموس لين القارس زاد كيف كيف نجموا نخليوه هكاك حكايه ربع ساعة لين معناتها يتحل السكر نتاعنا ومن بعد نحطوها على النار نتفقدوه بيان سور بمغرفة معناتها اون كويار اون بوا دونك باش نخلطوا بالكدا على النار يطيب راهو اون جينيرال 30 40 دقيقة معناتها يطيب بيان سور باش ياخو غلوة باش يعمل لنا كشكوشة من الفوق الكرموس من... نحيوها هذيك ما نخليوهاش من بعد خاطر هذيك باش تقعد جوستومون ماهيش هذيك لوبجيكتيف تاع المعجون ماهيش بنينة دونك نحيوك الموس اللي تطلع اون فوا نحيناها نخلي والكرموس نتاعنا يطيب في عقله دو طون زون طون بعد 30 40 دقيقه ناخذ شويه من الكرموس نحطوه دونك في ماعون ولا في صحفه ونشوفوه اذا كان ولا اونكتيو كالكريمه فوالا voilà. احنا معناتها الكويسون تاعو كيما احنا نحبوه نحبوه يقعد معناتها يشد روحه بالكدا نزيدو اكثر وقت نحبوه معناتها يقعد شويه اونكتي وليكيد شويه نحيوه معناتها او بو دو 40 مينوت دونك الكويسون احنا نتفقدوها جوست معناتها دو طون زون طون راهو نخلطو بالكدا دو طون زون طون ما... ما نبعدو ما نبعدو عليه ولا نجم تبعد 5 10 مينوت راهو ماذا بينا ما نبعدوش برشا نحطو نار دافيه من بعد معناتها من الاول نار قويه ومن بعد نار دافيه ونخلطو خاطر هو باش يشد شويه من اللوطه ماذا بينا ما يشدش دونك هذاك علاش ب بان فيا يعني دونك نخلطوا بالكدا من بعد اون فوا سخن اون فوا طاب حضر ديريكتومون دونك نحطوا في لي بوكو باللار بيان سور يكونوا معناها اه نظاف بالكدا مع تخسلنيهم بالماء سخون ايتترا وشيحناهم نحطوا دونك في لي بوكو نعبيوهم للفم ونسكروهم ديريكتومون وهو سخان هذيا الكونسيرفاسيون تاع المعجون دونك نسكروا وهو سخون المعجون احنا نعبيوه وهو سخون ايه. نعبيو نعبيوه وهو سخون ونسكروا دونك الحكه تاعنا وهو سخون ونقلبوها على وجهها ونخليهم لين المعجون تاعنا يبرد. يبرد. هذا هذايا من بعد ريتك انت كي تحل نتاع الكونسيرف وتعمل لك الحس كي إذا هذيك اليوم عندك البواط نتاعك ستيريليزي والبوات والبواط نتاعك الفا سو كونسيرفي بالكدا بالكدا دونك هوني تتهنى عليه المعجون نتاعك ماهوش باش يقدام كان كي تحلها بيان سور تعمل كاك الحس تبدا تاكل فيها من بعد مي سي بون ان تنجم تشد لك اكثر من عام اكثر من عام نجم تشد لك اكثر, أكثر من عام للعام الجاي نعاود المعجون انت يعني ذي كان شده فوالا هذه وجدت الكرموس دونك دونك الكرموس موجود دا. مشكوره جدا حسين هاوكا اليوم زوز وصفات يهمكم انتوما بطريقه زاده اقتصاديه مفيده زاده حتى الاطفال اللي ما عندهمش غرام بالكرموس او كاكيب معجون ممكن يحبذوها اكثر مشكوره جدا الوصفه كامله تلقاوها على قناه يوتيوب اكسبريس اف مواصلين معاكم في الشارع التونسي حتى الماضي ساعه